احنا فعليا في مركز اف بيت لحم بيدوم عندنا 3 سيارات حاليا، توفر عندنا 6 سيارات، 3 سيارات تطوع لتغطيه الاحداث. خلال فتره الاحداث في بيت لحم الاسبوعين هذول في عندنا 2 سيارة اطلاق نار مباشر على سياره الاسعاف، يعني ادى الى كسر زجاج السياره بالكامل. هاي برضه خطوره، سياره الاسعاف فيها اسطوانات اكسجين، يعني اي رصاصه تضغط اسطوانه الاكسجين تعمل كارثه بالسياره بالطاقم الموجود فيها. احنا خبرتنا والفتره الزمنيه اللي لنا فيها بالاسعاف والطوارئ صار عندنا معرفه كامله والمام كامل في مجال الاسعاف، صار عندنا القدره بالتعامل مع الجمهور الموجود والقدره كمان ضبط النفس عندنا كضباط اسعاف. شايف شفت المحاضرة اللي بنقدم فيها، شفت كيف طبيعة إخلاء الإصابات من الموقع، كيف طريق الناس بتعامل، كيف بحطوا الإصابات معنا بالسيارة، هذا بتعامل فيه يوم يوم، هاي طبيعة عملنا.